حكايات الرواسي تمتد عبر الأجيال لتنقل لنا قيمة تاريخية وإنسانية واجتماعية لأجيال سكنوا سفوح الجبال وعاصروا تغيراتها عبر الزمن، تمتد لتنفض الغبار عن أحد رواسي المنطقة الشرقية في منطقة وادي الحلو. لنبدأ معكم من هنا من جبل شعرة، أهلا بكم. سلطان رحبك ونمسيك بالخير. الله يرحبك على فضل أخوي عمار وحياكم الله في مكانكم الثاني. يا مرحبا. اليوم نلتقي وياك في جبل شعرة في منطقة وادي الحلو. اليوم بسلطان نبغيك تخبرنا عنك وعن ارتباطك في هذا المكان. نعم أخوي عمار، أنا في البداية وشي نرحب فيكم وحياكم الله في وادي الحلو وفي السكنة القديمة في وادي الحلو والمكان القديم اللي عاشوا فيه آبائنا وأجدادنا، وياك سالم بن خميس بن سعيد بن سيف المزروعي من وادي الحلو. المنطقة هذه اللي نتكلم عنها اللي هي جبل شعرة اللي نشوفه والمنطقة اللي حوله واللي كان يطل عليها الجبل من مكان السكن ومن مكان الزراعة ومن مكان تجمعات أهل المنطقة. ما شاء الله. زين بسلطان، يعني ارتباطك أنت في هذا المكان كان من أبوتك وأجدادك؟ نعم، يعني لهم حكاية على ما أعتقد امتدت عبر سنوات طويلة. نعم، نعم. خبرنا عن ارتباطك أنت بسلطان في هذا المكان. صحيح، احنا طال عمرك ارتباطنا هو من اللي انغرس فينا من آبائنا ومن أجدادنا، أن ما نترك المكان اللي عاشوا فيه أهلنا، أو يعني إذا بعد بنتكلم بطريقة أصح المكان اللي احتوى أهلنا وعاشوا فيه وحماهم ووفر لهم البيئة المناسبة احنا ما ننساه. صحيح، لازم نتردد عليه ونعرف القصص اللي فيه وبكل ما نملك ان نحافظ عليه. طبعا بشتى الطرق، سواء بالحفاظ على المعلومات القيمة اللي فيه، القيمة الأثرية للمكان، القيمة الاجتماعية للمكان، بكل النواحي يعني. طبعا بسلطان، يعني ما عندك شاب صغير يعني هذا اللي لاحظته، ولكن ما شاء الله عندك المام وخبر عن كل الحياة اللي كانت هني والسكنة اللي استوت في هذا الجبل. نعم، يعني من وين ياك هالعلم؟ وين ياك هذا الخبر عن سكنتهم الأولية في هذا المكان؟ نعم، احنا طال عمرك السكنة هذه استمر فيها آبائنا وأجدادنا إلى قريب السبعينات. في السبعينات عقب لما بنت الشعبيات الجديدة الناس انزلت هناك. ما شاء الله. طبعاً يعني على اساس المشاهد يكون معانا في المكان اللي احنا نتكلم فيه ويعرف شو كيف الحياه كانت سابقا وكيف تدرج الانسان من منطقه الى منطقه. صحيح انها كلها منطقه وادي الحلو، لكن من سكنه الى سكنه طبعا هي تاثر فيها عوامل كثيره. طبعا الانسان يحب يطور من حياته. طبعاً. يحب يروح للافضل، يطمح للافضل دائما، هذا باستمرار وهذه طبيعه البشر. فعلى الإمكانيات اللي كانت موجودة قديماً هذا المكان كان أنسب مكان للعيش. السلام. توفرت سبل حياة أفضل، الناس راحت فيها. لكن بعد مع الحرص على أن ما تنسى ماضيها والمكان اللي يعني ترعرع فيه آبائهم وأجدادهم. ما شاء الله. نعم. زي بسلطان، يعني ما شاء الله نشوف هالمكان سكنوا فيه الأول. نعم. على بساطة، ولكن من طبيعة المكان يعني بيوتهم استوت من الحصى. نعم. وأظن من حصى يبل شعرة. صحيح. يعني أعتقد كان حياتهم بسيطة. نعم. وكان فيها الشيء اللي يتعبون عشانه بأنهم يعاصرون كل هالتغيرات، كل التحديات اللي واجهوها بس عثبت يأسسون هذا الشيء اللي أنتوا عليه الحين. صحيح صحيح. فأبو سلطان أباخذ معاك هذا الأمر، شو يمثل لك المكان؟ هذا المكان يعطيني أنا كيف الناس عاشت في السابق وكيف تأقلمت في البيئة اللي عاشت فيها. طبيعة الإنسان يحتاج إلى مجموعة من الحاجات الأساسية، حاجة المأكل، المشرب، السكن، وعقبها تي الأمن. طبعا هذه ثلاث أشياء رئيسية. عقبها شو ما توفرت من وسائل راحة الإنسان يروح فيها. أكيد. فهذا المكان يعطيني أنا مدلول أن
كان فيه مأمن غذائي ومأمن سكني، السكن والغذاء، وطبعا أمور التأمين هذه الإنسان اللي يعيش في المكان هو يشوف شو يحتاج من طرق حماية ويعملها. ممكن عندنا بعض المباني صحيح. اللي كانت تستخدم الحماية في هذاك الزمن موجودة وشاهدة، وتاريخها جدا قديم، جدا جدا قديم. يعني احنا نتكلم عن لا الوالد الله يطول في عمره، ولا يدي الله يرحمه، ولا يد الوالد يعني مشارك في البناء. هذا البناء قديم جدا ما شاء الله. نعم، فالمكان هذا جدا جدا قديم. يعني هذا مكان من أساس يعني اختيارهم لهذا المكان. صحيح، مثل ما نشوف بسلطان هذا المكان بعد كان له حماية خاصة فيه. صحيح، وهذه الحماية مثل ما نشوفها في قمة جبل شعرة. نعم، خبرنا عن هذه الحصون اللي موجودة. هذا طال عمرك حصن شعرة. هي. حصن شعرة الحصن الرئيسي. هي. وفيه على الجنب شوي تحت فيه بعد مباني الحماية. هي. اللي نسميها السيبة. السيبة. هي نعم السيبة. هي. هذه. فهذه كلها كانت تستخدم كمقبض، الناس تقبض فيه في وقت أن يوجد أي تهديد. ما شاء الله، فكان نعم. يعني سبب من الأسباب بأن المكان آمن. صحيح، يستطيعون تأمين كل من يعيش في هذه السكنة الأول. نعم. زين بسلطان، يعني أباخذ معاك المسمى جبل شعرة. نعم، شو سبب تسميته؟ والله أنا مثلكم باحث، أعتبر نفسي يعني أني أبحث ونسأل، وتعرف كل واحد يعني يحب يمتلك معرفة أكثر. في حز معرفة أهلنا سواء الوالد ولا أجدادنا، المسمى قديم جدا، لكن في عندنا مكان اللي هو الفريج هذا. هي. اللي هو تحت جبل شعرة، هي السكنة الأساسية. الفريج. هي نعم السكنة. هي. الأساسية. جنب السكنة الأساسية في مكان، في سدرة. هي. السدرة هذه كانت ملتقى، سواء ملتقى للناس، ملتقى المناسبات، ملتقى حتى مثل ما تقول في قصة من القصص اللي حتى يذكرها الوالد، يعني هذه كانت في زمن قريب، يعني زيارة والد الشيخ سلطان الله يرحمه، نعم الشيخ محمد بن صقر، كانت للمنطقة في هذا المكان. نعم، فممكن يعني من الأشياء اللي واردة بسبب التسمية مش جزماً إنه كانت في ملتقى لشعر وشعراء وتبادل شعر. تعرف الماضي العتاب كان بشعر طبعاً، والترحيب بشعر، أنا أشهد، والمناسبات بشعر. كل حاجة كانت الشعر يعني كان له دور كبير في إيصال الرسائل، في حتى حل الخلافات. كان الخلاف يبدأ بقصيدة وينتهي بقصيدة. يا سلام، العلاقات اللي كانت تربط أهل المنطقة وأهل المناطق المجاورة حتى من 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 مع القبائل الثانية، أغلب الحوارات والرسائل كانت فيها شعر، عبارة عن قصيد نبطي كان يرسل، والناس كانت تتميز فيها. والقصيد قبل حكمة وعبرة. نعم. أبو سلطان. نعم. بما أنك باحث أبو سلطان. نعم. نحن إن شاء الله بعد راح نبحث معاك عن حكاية هذا المكان وقصته مع الأولين كيف سكنوا فيه. نعم. وعن يعني تفاصيل حياتهم في هذا المكان، ولكن عند السدرة اللي ذكرتنا إياها إن شاء الله وراح ناخذ قصصها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. الجبال الرواسي بشموخها وصمودها مع تقلبات الأزمان وتغير السكان منحت إنسان الجبل سكنه الأول، بل وشكلت لديه الدافع الأول للتمسك بالأرض ولينقل حكايات الأجيال عبر الأجيال. سلطان، يخبرونا من أهم الأماكن اللي تنوجد في السكنات وفي الأماكن اللي يوجد فيها العرب الأول في هالمكان هو الميلس، اللي يستقبلون فيه الناس، يرحبون بالضيف، يقومون بواجبه،
ونحن الحين موجودين في السدرة اللي خبرتنا عنها من شوي. السدرة صحيح. هي كان لها تاريخ من عند الأوليين اللي سكنوا في يبل شعرة، نعم. واللي كانت لهم المقر الرئيسي في استقبال الضيوف والترحيب فيهم وكرامهم في هالمكان. صحيح. خبرنا عنه بسلطان. أخوي عمر، مثل ما تكلمنا أول أن السدرة هذه لها قيمتين، قيمة تاريخية لأنها قديمة جدا، وقيمة لموقعها. نلاحظ أن السدرة جاية بين المزرعة اللي الناس كانت تزرع فيها وبين سكنهم. صحيح. بين السكن وبين المزرعة، وقريبة أيضا من اللي هو الفلي. هذه الأشياء كلها خلت أن هذه السدرة كموقعها ومكانها مكان مهم ومكان مناسب ان الناس تجلس وتقدر. لو جاك الضيف عن طريق الوادي ووصل لهذه المنطقه في النهار اثناء تواجد صاحب البيت في المزرعه، بيكون قريب عليه تواجد وانه يعزمك ويقول لك تفضل عندي. ونفس الحاجه بعد ايضا اذا كان موجود في البيت بعد ايضا بيقول لك تفضل. هذه طبعا للتجمعات الكبيره، صحيح، للمناسبات، للالتقاء بالناس اللي جايين من مكان بعيد. اما البيت والمكان اللي هو يعني المقر الرئيسي، لا بالعكس، من سابق الزمان يعني عند العرب كلهم الناس تقربك على البيت وعلى المكان اللي في البيت. صحيح. بس الثلاث اسباب هذه اللي خلت السدره لها اهميه. ما شاء الله. والسدره هذه على الـ يعني القصص وعلى الكلام اللي قال قديمه جدا جدا جدا. شو من يعني القصص اللي تذكرها بسلطان عنها السدره هذه؟ والله من القصص اللي انا ذكرتها حتى ذكرت في بعض البرامج وبعض المؤرخين اللي او المهتمين في التاريخ ذكروا ان هذه السدره، وحتى هذه القصه انا سمعتها يعني حتى من الوالد، ان هذه السدره في يوم من الايام زارهم الشيخ حاكم الشارقه وجاهم لين هنا وجلس تحتها، وكنوع من الزيارات اللي كانت تقوم فيها الحكومه مثلا في حاكمها للرعيه وللمكان، وتبادلوا فيها الكلام وصار سلطان ترمس على عهد الشيخ محمد بن صقر. نعم بن صقر. نعم، هذا القصه اللي ذكرت محمد بن صقر. نعم، محمد بن صقر الله يرحمه القاسمي جلي هنا، وضمن القصه بعد اللي سمعتها انا او اللي وصلت لي ان كان وياه الشيخ خالد الله يرحمه، بعد كان وياه في نفس الزياره، حتى صارت له حادثه هنا يعني يذكرونها. انا الوالد يذكرها، كان على ايامها صغير بس يذكر يعني كان جاي هنا عند حياه يدي الله يرحمه، وجلسوا هنا وخذوا الاخبار والعلوم وخذوا شو الامور اللي جايين عشانها وتوكلوا على الله. يا سلام. زين بسلطان، السدره يعني يمكن ضمت في عروقها سوالف وخبايا كثيره. صحيح. كانت عند الاوليين واللي عاشوا تحضلها. نعم. واكرموا الضيف تحضلها، فمثل ما قلت بعد انه كان شيء فلي. صحيح. يمر في هالمكان، واعتقد كان له اثر بسيط باقي لها اليوم. نعم. وكان اساس الفلي هذا نبع موجود ورا صخره هنا موجوده. صحيح صحيح. خبرنا عن هالفلي. أخوي عمر، مثل ما ذكرنا أول أن الإنسان أول يحتاج إلى مجموعة أشياء أن على أساس يختار هذه المنطقة للسكن، من ضمنها وأهمها توفر الماء. صحيح. يمكن بعد في شاهد ثالث على وجود السدرة هذه أو الشيارة المعمرة هذه، أنها يعني لو نلاحظ أن هذه عروقها ضاربة في الأرض. صحيح. محصلة ماء، فيه ماء، نسبة منسوب ماء مرتفع في هذه المنطقة. وهذا دليل آخر أن دام عندك شيار بهذا الحجم وقادر انه يستمر في طول الصيف والشتاء، معناته في مياه جوفيه، في مياه جوفيه قريبه منه تقدر انت تستخرجها. سابقا كان في الفلي، وعقبها فلي الفريق هذا، وعقبها يوم تطورت الامور صارت في عندك الطوي. الطويان هذه طبعا شوي نزل عقب منسوب المياه، تم الاعتماد على الطويان، وفي مجموعه الطويان ما شاء الله كانت تنسقى منها المزارع اللي هنا. وهذه المنطقة كانت منطقة سكن، مش منطقة زراعية. هذه المنطقة، هذه كانت منطقة سكن. نعم، هذا الفريق اللي هو السكن. اليبل هذا باستمرار يحوي تحت اليبل هذا منطقة سكن، منطقة توفر مياه، مزرع، وأيضا منطقة تأمين اللي هو الحصن اللي هنا. في بداية هناك ما شاء الله. في بداية الجبل هذاك تكون إطلالته لها أهمية كموقع استراتيجي على أساس الأخطار اللي ممكن أنها
تجيك من الاتجاه هذا. لهالسبب تم اختيار هالزاوية في هم نعم يبنون نعم الحصن. الحصن طبعا مبين من هالزاوية بشكل نعم أكبر. نعم نعم. والحصن قديم جدا قديم جدا جدا يعني الـ ما في حد من اللي تواترت عندهم الروايات الآن يقدر يحدد تاريخ معين للحصن. ولو بنرجع بعد حتى نوعية الصخور اللي انبنت فيه انبنى بصخور فقط أول لسببين. أنا ما متوفر الطين ومش من الهندسة المعمارية الأصيلة في المنطقة. والأهم من هذا أنه لأنه مرتفع صعب الوصول له توصل الطين لأنه كان يحتاج صح مجموعة أو يحتاج جهد أكبر. يعني بنيانهم كان بدون طين. نعم صخر 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 صخر. والمعروف وكان تم صفة يعني بشكل أنه يتم له السنوات. صحيح صحيح. زين بسلطان أباك تخبرني أكثر عن طريقة بنيانهم. نعم. الأولي وكيف كانوا يصفون هذا الحجر. يعني مثل ما نشوف بعد كانت فيه أحجار بأحجام كبيرة. صحيح. كيف كانوا ينقلونها كيف كانوا يبنون فيها هذا اللي بعرفه وياك في سكنتهم هناك إن شاء الله. حياك الله يحفظك. تشكل الآثار حول الرواسي جزءاً محورياً في ذاكرة الجبل وتضفي قيمة حضارية يفخر بإرثها جميع سكان الرواسي وأهاليه. سلطان مثل ما نشوف هالمكان يعني مثل ما قلت لي قبل شوي قبل سنوات طويلة ولكن ما شاء الله للحين تقريبا بنفس هيئته. كانت عندهم طرق قبل بناء طرق وأساليب يستخدموها في حتى صفهم لهذه الصخور عشان تعيش معاهم لهذه السنين. فنبغيك تخبرنا على الأساليب اللي كانوا يستخدموها في ذيك الأيام. صحيح أخوي عمار. على اللي نشوفه وعلى اللي شفناه من استوينا احنا نشوف طريقة صف الحصى. هذه طبعا الأماكن هذه قديمة جداً، لكن كيف مع عوامل التعرية والعوامل اللي صادفت والأمطار والسيول والفترة الزمنية هذه كلها بعد محافظة على ومحافظة على الشكل أو الهيكل هيكل البناء وهيكل بيوتهم القديمة. أكيد في هندسة والهندسة جت مع إحاجة الإنسان نفسه. لو نشوف يعني نلاحظ في بعض المساكن تحصلها نازلة شوي. صحيح. هذه يعني تعتبر هذه شتوية اللي نازلة على أساس إنه تخفف عليهم من الرياح والبرودة والأمور هذه. يعني اللي يحفروا لها وتكون هذه في أرضيتها نازلة هذه تكون شتوية. شتوية. اللي مرتفعة شوي سواء في موقعها مرتفعة أو في البناء. هذه تكون حق القيض. حق القيض وحق الأجواء المعتدلة. ضيف على هذا في بعض الجدران المصنوعة فقط حجر. وهذه اللي نشوفها مرتفعة اللي تعتبر مباني صيفية. ما شاء الله. لكن المباني الشتوية تحصل حجر حجر وفي النص في تراب. صحيح. هذا التراب أنا في اعتقادي أنه يستخدم كعازل عازل طبيعي. ما شاء الله. هذه بنت مع الأيام لكن في فكر طبيعي في فكر دام الإنسان يعني بطبيعته يفكر يبدع يأقلم نفسه مع الأجواء. طبيعة المكان منطقة جبلية مرتفعة عن سطح البحر. درجة الحرارة فيها منخفضة. الرياح ممكن تكون فيها تشكل تيارات بحكم الوديان وشكل المنطقة والتضاريس. هذه كلها أجبرت إن الإنسان عشان يتأقلم يكون في عنده طريقة بناء خاصة فيه. ما شاء الله. حتى الموقع نفسه بتحصلك في بتحصل البناء في أماكن شوية متذرية بذرة اليبل نفسه. صح. اليوم نتكلم عن يبل شعراء. يبل شعراء من هالمنطقة إلين قدام شوي بتحصل فيه مذري على المساكن سواء في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه أو في منطقة الفريج. هي. الفريج اللي هي هذه طبعا هذيك السكنة اللي استمرت إلين ما يعني لين السبعينات كانت الناس بعدها عايشة فيها ولأسباب ثانية. فتحصل الجبل يعني
فيه وايد من الأمور، المنطقة السكنية عنده، المنطقة الزراعية في نفس المكان، المنطقة اللي توفر فيها الماء أيضا أو العيون أو الينابيع أو الفلي يكون قريب منه. ما شاء الله. فهذه كلها أسباب مثل ما ذكرناها سابقا أن كانت أسباب اختيار الموقع أو اختيار المكان. يعني يقولون الأول كان في ترابط كبير. صحيح. وكان في تعارف بينهم لدرجة كبيرة، لأن لدرجة أن بيوتهم ملازمة بيوت بعض. صحيح. فنتكلم عن هذه البيئة الاجتماعية اللي كانوا يعيشونها في حياتهم الأول والترابط اللي كانوا يعيشون فيه. صحيح. أخوي عمر، في أي مكان أو في أي بيئة الحياة تكون فيها بسيطة، طبيعة البشر تكون قريبة من بعض. صحيح. الأطماع قليلة. بنضيف على هذا أن فيه مجموعة من الصفات ومجموعة من طبعا هي ما تخرج عن صفات أهل الإمارات كلهم، لكن اللي اشتهروا فيها المنطقة من كرم، من ضيافة، من شجاعة، من هذه الأمور، المواصفات هذه تعطيك حاجتين، تعطيك قدرة تحمل وشجاعة أنك أنت تسكن في منطقة مثل هاي، وفي المقابل أنك أنت تقدر أنك أنت تكون فيك من المروءة ومن الكرم أنك تكون قريب من جارك أو قريب من ابن عمك أو منو ما كان حولك. ولا ننسى أن هذا منطقة وادي الحلو كانت معبر رئيسي للقوافل. طبعا. طيب إذا كانت الأشخاص مو بصفات هذه، القوافل تواجه صعوبة في المرور. صحيح. لأن الناس ما بتكون مرحبة، ما بتساعد، ما بترحب في أي شخص أنه ممكن يمر عندهم أو يرتاح عندهم في فترة وعقبها يكمل. فهذه الأمور كلها مترابطة مع بعضها، صفات الشخص، الإنسان اللي عاش، البيئة اللي حوله، هي هذه الأمور كلها تشكل الحياة السابقة. يا سلام. زين، يعني بما أن تشكلت حياة بفضل الأوليين اللي عاشوا في هالمكان، نحن اليوم نتكلم عن تاريخ أبو سلطان. صحيح. تاريخ الأوليين هو يمثل لنا أرث. نعم. نحن ننقله ونعلمه للأجيال اللي جاية. بما أنك أنت واحد من الشباب أبو سلطان، فأكيد يهمك هذا التاريخ بأنك تنقله لغيرك. صحيح. يعني هذا الموضوع يمكن يعود على أهل المنطقة بأن يعرفوا يدودهم وين كانوا وأبوتهم وين عاشوا. هذه الأمور نحن بحاجة بأن نحن نحافظ عليها، بأن نحن ننقلها لغيرنا. فبرأيك شو أهمية نحن نعلم هذا الموضوع للحين الأجيال اللي نشوفها الحين جالسة تطلع وتعتمد بشكل كبير على المستقبل؟ أنا في هذا السؤال عندي حاجتين. عندي طلب من وعندي شكر وثناء. الشكر والثناء في البداية على المجهودات اللي تقدمها المؤسسات والحكومة في الحفاظ على الأماكن الأثرية، في الحفاظ على الأرث الموروث، البرامج اللي تقدم، واحد منها برنامجكم هذا اليوم اللي ينقل الحياة السابقة والأماكن هذه، والناس كلها المتابعين ممكن أنهم يشوفونه. صحيح. الطلب الثاني ومن للشباب نفسهم، لا تتركون، لا تخلون الحياة وانشغالكم في الحياة وانغماسكم في الحياة ينسيكم هذه الأماكن. صحيح سكننا في أماكن جديدة، سكننا في مساكن، بس تعال شوف أهلك، لأن هذا الموضوع فيه مردود. أنت كل ما شفت صعوبة الحياة في السابق كان مردودك إيجابي حتى تجاه أهلك. طبعا. بتقدر هذا الموضوع تقدير كبير. صحيح. بسلطان، اليوم نحن تشرفنا فيك وتشرفنا بوجودنا في هذا المكان، سكنت أبوتك ويدودك في هذا المكان اللي نحن نعود فيه لتاريخ قديم جدا، سنوات طويلة كان لها الفضل في تأسيس يمكن الخير اللي نحن نعيش فيه الحين. الأولين كان لهم أساس في اللي عاشوا عليه من صعوبات، بين نحن يمكن ننعم في راحة في هذا الوقت. الحمد لله. فنشكرك يا أبو سلطان، ما قصرت، وعلومك طيبة، خبرتنا عن تاريخ المكان هذا وعن السكنة الأولية اللي عاشوا فيها الأولية. مشكور أخوي عمر، جزاكم الله خير، احنا تشرفنا في وجودكم، وجزاكم الله خير على المجهودات اللي تقدمونها. الله يحفظكم، وفي أي وقت المكان مكانكم. ما قصرت.
بينما نتجول حول الرواسي في منطقة وادي الحلو يخيل لنا كم من الأحداث والصعوبات التي مر بها أهالي الجبل، كالأماكن التي سكنوها والبيوت التي عمروها والآثار التي احتضنوها، مما جعلت من ذاكرة الجبال وماضيها بداية جديدة لحاضرهم. إلى اللقاء.